تحرير مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت في اليمن جاء بطلب من الحكومة اليمنية الشرعية. هذا ما أعلنه مساعد قائد عملية تحرير المكلا عن قوات التحالف العميد الركن عون القرني. فليسعد أهل اليمن وحضرموت بهذا الانتصار العظيم على الباطل، ونحن قدمنا دول التحالف نلبي نداء الشرعية ونداء أخواننا في اليمن، فهذا واجب شرعي لا يمكن تجاهله. وأكد القرني أن تحرير المكلا هو بمثابة رسالة إلى كل من يدعم الإرهاب في اليمن. إنما قامت به قوات التحالف ممثلة في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة من دعم للمقاومة وللشرعية في عملية المكلا يعتبر رسالة لمن يدعم الإرهاب في اليمن. ودعا التحالف العربي من أجل الشرعية في اليمن دعا إلى استثمار تحرير المدينة لتحسين الأوضاع فيها، مضيفا أن تنظيم القاعدة فقد مصادر تمويله في المكلا وأكد على المضي في تحرير ما تبقى من مناطق اليمن. وقد تمكنت قوات الشرعية في اليمن مدعومة بقوات التحالف من استعادة مدينة المكلا الغنية بالنفط في عملية عسكرية، وطردت عناصر القاعدة منها بعد أن كان التنظيم سيطر على المدينة قبل عام. وشاركت قوات خاصة سعودية وإماراتية إلى جانب الجيش اليمني في تلك العملية العسكرية الخاطفة التي استهدفت أحد أهم معاقل القاعدة بعد معارك عنيفة قتل فيها أكثر من 800 عنصر من القاعدة، إضافة إلى فرار العشرات منهم بينهم قادة باتجاه شبوة غرباً. وتمت العملية بغطاء جوي مكثف لطائرات التحالف، وتكللت بتحرير كامل مدينة المكلا وكامل ساحل حضرموت جنوب اليمن في ميناء المكلا والشحر وميناء الضبة النفطي ومنطقة غيل بوزير شرق المكلا. صفاء الضاحي، العربية.